الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كتاب النكاح باب قله المهر. روى المصنف بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى في صداق امراه ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. نعم صحيح. وروى أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمتع المقصود به هنا نكاح المتعة، فعندما كان جائزا نكاح المتعة، عندما كان جائزا فانتبه ولا تضطرب. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير. ابن جريج تعلمون أنه ثقة ثبت سحل من فحول مكة، لكنه كان يرسل ويدلس. من العجب العجاب على إثر الجرح والتعديل، ابن جريج تزوج 80 امرأة متعة، نكاح متعة، كان يتبنى صحة هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فتزوجت 80 امرأة، وما في أي أحد قد تكلم فيه جرحا وتعديلا، تزوجت 80 امرأة بنكاح المتعة. طبعا الآن نكاح المتعة إجماع وإطباق على حرمته. عن أبي الزبير عن مسلم تدرس، هو واسع العلم، لكنه المشكلة فيه هو واسع العلم مع سعة العلم أنه مدلس. عن جابر بن عبد الله على معنى أبي عاصم. نعم، هذا الحديث بأنه لو أعطى ملء كفيه سويقا، لو أعطى ملء كفيه سويقا ودقيق القمح يعني فقد استحل. يعني هذه كما قال علماؤنا فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله الإمام الشافعي ومن يعني قد وافقه مثل الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق. قالوا لا توقيت لأقل المهر، أقل المهر أو لو كف من سويق يتزوجها. طبعا هذه المسألة قلنا أولا أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة. نعم، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، لكن المسألة على التراضي. قد تعطي المرأة الرجل مهرا ليتزوجها، تكون لبيبة هذه. طبعا احنا عايشين في انقلاب الأحوال مع الهند يفعلون ذلك، النساء يعطينا المهر للرجال، فالرجل أولى له القبر قبل أن يفعل به ذلك. لكن إذا كانت امرأة لبيبة غريبة قد تكون معاونة له على ذلك، فلا تنظر إلى ما يأتي منه لأنها مستغنية في هذا الباب وعرفت القدر، فأعطت القدر على ما فهمت وعلمت القدر. الغلط المقصود في هذا الباب هو أن المسألة على التراضي، يعني لا توقيت لأقل المهر، كما أنه لا توقيت لأكثر المهر، لأن الله تعالى قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا توقيت لأكثر المهر كما أنه لا توقيت لأقل المهر. لكن يبقى لنا في هذا الباب أنه قد وردت بعض الآثار التي تمسك بها المالكية وأيضا تمسك بها بعض الحنفية على أن أقل المهر ربع دينار، وهذا قال به الإمام مالك، وقد قال سعيد المسيب: لو أصدقها صوتا لحلت. وهذا كما قلنا على أساس أن الاتفاق قد ورد بين الزوجين. أقل الإمام مالك قال أقل المهر ربع دينار، قال أصحاب الرأي أقله 10 دراهم، وقدروه بالمجن الذي سرق. وقد ورد بسند ضعيف أن امرأة من بني فزارة تزوجت علن عليه، عجيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيتي لنفسك بنعلين؟ أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا العلائق. قيل: ما العلائق؟ قال: ما تراض عليه الأهلون ولو كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك يتفقان عليه، هذا يا طبيب. حق أنه القول الأول هو أعدل الأقوال وأصح الأقوال، بأن لا توقيت لأقل مهر ولا لأكثر مهر، المسألة عن تراض. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض، فقلنا بأنها لها الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهي إذا تراضت بشيء
وتراضيا معا تراضيا معا عليه يكون هذا يعني جزاكم الله خير يكون هذا فيه القبول، ولأن مسألة النكاح متوقفة على الإجاب والقبول. كل الأقوال الأخرى لا دليل عليها، والحديث والأثار التي جاءت بذلك أثار كلها ضعيفة. وتعلمون عبد الرحمن بن عوف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قال تزوجت قال نعم على وزن نواة من ذهب، فسواء كان المهر قليلا أو كثيرا صح ذلك ما دامت الموافقة والتراضية بينهما موجود، فيكون الأمر على التيسير. والحق أن أقول بأن أفضل المهور هو أن يقل يعني المهر لصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الواهبة فصعد فيها النظر وخفض، قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت أدبا ولطفا. وهذه مشكلة كبيرة عند النساء الآن، ما شاء الله الذكاء خارق وراقي، يمكن للإنسان يعني أن يعرض عليه أمور وبالعرض يكون تصريحا فيتأدب ويسكت ويتلطف وكأنه ما فعل شيئا، وكأنه يعني امرأة لها ضفيرة وصلت إلى 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 آخر ظهرها. يعني عندما يسكت يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، وهذا ليس في الرجل، الرجل لا يقال له ذلك. الرجل إذا سكت أدبا، لأن سكوته لا ينسب له القول فيه. قاعدة الشافعي قال الساكت لا ينسب له القول. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصعب النظر وخفض، ما أعجبته، فما ما يستطيع أن يجرحها. وجرح المرأة إزالة الجبال أولى من أن يجرح الرجل امرأة. حقا هذه أداب يتلطف بها المرء متعلما، بأن جرح المرأة الأولى إزالة الجبال دون أن يجرحها. قد يكون يعني فيه الخير بأن يكون لفت الانتباه والإحسان بلطف حتى لا يجرح امرأة. جرأة يكون فيه إزالة الجبال أولى، إلا أن تكون هي ممن استجلبت على نفسها ذلك بسوء التصرف. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليها سكت أدبا ولطفا، وهي المرأة سكتت حتى قام الرجل فقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فصار عن النبي فقال أعطيها مهرها، حتى وصل قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا على اضطراده الآن، التمس ولو خاتما من حديد. قال لا أملك إلا إزاري، قال فإن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار. ثم قال ما معك من القرآن، فقال البقرة، وعدد سورا، فقال زوجتكها على ما معك من القرآن، ونعم المهر في هذا البلد. إذن المهر لا توقيت له في القلة ولا في الكثرة، ولكن إن كان المهر للمرأة فلها أن تتراضي أن ترضى بما شاءت، وإن كانت لبيبة أريبة فقيها فإنها حقا تشتري الرجل الذي رأت منه ما يدخل في قلبها وتعلم أنه يناسب صفات مثلها. وهذه المسألة أيضا عند تآلف القلوب لا يملكها أحد، عندما يميل القلب ما أحد يملك ميل القلب إلا من فوق العرش، ولذلك ميل القلوب من السماء أصالة، فلا ملامة قط على أن يميل قلب رجل امرأة وتميل قلب امرأة رجل، لا ملامة قط، لكن المسألة على الأثر الذي يتبع ذلك. الفوائد المستنبطة: سعة الشريعة ما تركت شريدة ولا وريدة إلا أتت بها في كل جوانب الحياة، الجوانب الحياتية بأسرها أتت بها. وفيكم بارك. الثاني من الفضل قلة المهر، من الفضل في النكاح قلة المهر. لو كنا عقلنا ذلك، الأصل في الفروج الحرمة، الأصل في الفروج الحرمة، لأنه ماذا قال؟ قال من أعطى صدق امرأك ملأ كفيه سويقا أو تمرا استحل، يعني استحل ما كان محرما. عليكم السلام عليكم. جئت عندما انتهينا فتح، ماذا أقول لك؟ أنا أكثر الرأس على التأخر في الدروس، ما أدري لما ما أقبل التأخير. قال فقد استحل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بيقول هل إذا وضعت المال في البنك ربا؟ لا ليس ربا، أم الربا،
أم الربا مهلول، وضرب واحد ربا أشد من 36 دنيا. كفى في الربا إفزاعا وإرجافا قول الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما تكون تحبه وتساعده في المهر، نعم، بل تسقط المهر كليا، خليها بقى تحبه وتكون امرأة لها قلب رقراق تعرف كيف الحب وكيف يكون الحب ولوعة الحب على القلب، فتعطيه نفسها لانتهى الموضوع ما دام الأمر كذلك. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.